دلوقتي احنا هنعمل وضع استعداد وهنلعب لعبة القوة وازاي تقدر تدافع عن نفسك. اي ضربات؟ ضربات الركبة، واحد واحد اتنين، دي الضربة هنا في الكلية دي، ودي يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. طبعا يوسف عايز يخش معايا. يلا يوسف اقف هنا، اقف هنا، اعمل برجلك كده، يا اعمل برجلك كده، يا ممكن تدرب طفل زي ده عنده سنتين ونص. يلعب، اضرب برجلك، اضرب اضرب هنا، اضرب، برافو. هو عايز يخش مع بابا في ضربات الابر، واحد اتنين تلاتة اربعة، دي الضربة دي قوية جدا مع الدخلة دي كده، ونقف